أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. أهلا بحضراتكم للباقين في منازلهم، لأولئك الذين يحرصون على صحتهم وصحة ذويهم وعلى الصحة العامة للجميع. أولئك الباقين في منازلهم تنفيذا للتعليمات الطبية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومن وزارة الصحة المصرية ومن كل المنظمات المعنية بالشؤون الصحية، التي تيقنت من أنه لا سبيل من التعاطي مع تداعيات فيروس كورونا المستجد إلا بوسيلتين اثنتين أساسيتين: الاهتمام بالنظافة الشخصية والبقاء في المنازل والابتعاد عن الشوارع والأماكن العامة إلا في حالات الضرورة والضرورة القصوى. بعد القرار الصادر من مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي ومحال بيع الوجبات السريعة وكذلك الملاهي والنوادي الليلية، فكذلك تم التعامل من الساعة 7 من مساء كل يوم وحتى 6 صباحا أمام الجمهور بكافة أنحاء الجمهورية وحتى نهاية شهر مارس. قامت الأجهزة الأمنية بالمناطق المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية بتوجيه حملات أمنية لضبط المخالفين لقرار غلق تلك المنشآت والأماكن. نتابع مع حضراتكم هذا المقطع المصور لأحد ضباط الأجهزة الأمنية وهو يناشد المواطنين بمنع التجمعات حفاظا على سلامتهم وحفاظا على أرواحهم خشية من نقل عدوى فيروس كورونا. عشان نحافظ عليكم ممنوع التجمع، ممنوع التجمع، اللي انتوا عاملينه ده غلط عليكم باسمه. احنا نازلين عشان نقفل التحديات ونحافظ عليكم ونمنع انتشار الامراض. التجمع من مصر ده غلط، لو سمحتوا انصراف، لو سمحتوا انصراف، انصراف.